أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء من
من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. صدق الله العظيم.